ورقة بيضاء. ورقة بيضاء. ورقة بيضاء. ورقة بيضاء. Can you clap in front of you? Yeah, hey. Heck. Well, hey. Heck. Okay. Go. Clap. Okay, Ma. Hi. Welcome to your theater. Shukran. let's start heck casual. What's your earliest memory of theater? Any theater? طلعنا مرة على كنيسة. ببولونيا بوا دو بولون بسموها وكان عيد السيدة وبتعرف بالأعياد هون بيبيعوا حلو بيغنوا بيصيحوا وسمسمية وهيك أنا عم بتفرج صغيرة كنت يمكن عمري 12 سنة شفت جمهور هيك حوالى شي عم بيصير قربت لقيت بنت صغيرة سمرة عم ترقص لابسه تنوره مزركشه هيك وهون مشاي مرته حمرة وشعرها اسود وجميله جدا وعم ترقص وبي عم بيعزف لها على البزق طلعت فيها شفت هالحريه وهاللامبالاه وهالابتسامه على وجهها بفتكر اثرت فيي كثير ما عادش بدي فل قمت فلت ايده لبيي وصرت ارقص انا وياها والناس متعجبين كيف هاي البنت جايه عم تزاحم هيديك انه هيدي اول شيء شفته بحياتي عم يعرض قدام جمهور ولو بالطريق يعني من الاول القصه مركبه بعقلي انه هيدي هالحياه مزبوطه مش مزبوطه للمرح شكرا 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 جيت قلت أنا بدي فتش على مسرح صرنا نروح نفتش حرب وعتم وكل السينمات بالحمرة زرتن عجبني كليمونسو لأنه كان سينما التجريبية شو بدي شوف تشوف بعدين كل الشارع هونيك حرام مهجرين وناس قاعدين فوق بعضهم طلعت عند صاحب البناية شو بعدكن؟ يعطيك العافية قلت له حاج أنا عم بعمل لك زيارة لأنه
هيدا المسرح السينما القديمة عجبتني كتير وبدي أعملها مسرح. أنت عندك مانع؟ أبداً أبداً ما عندي مانع. أهلا وسهلا فيك يا ست نضال. الله يعطيكم العافية. ياي بس دخيلكم جلسون. هيدي سهام ناصر. نزلت كان الله يرحمه دكتور نجيب شحادة واشتري لي سيارة سكند هاند بدي روح على الأردن. كنا ساكنين نحنا بالأردن. وصلت قال لي نجيب شحادة نضال طلعي بالسيارة وفلي خلصوا ورقة شو فيه. قال لي رجعت علقت الحرب ولازم تفلي هلأ. طلعت بهالسيارة تحفيت أنا بسوق حافية وكنت لابسة هون دشداشة قمطت شعراتي وسقت من هون للأردن لحالي. حطيت الراديو على عقلي وصلت على الحدود يلا يلا صار يقطعوني لو صلت على الأردن. وضلت قصة المسرح 10 سنين. بدنا أنا شو قلت أنا وياك مش اتفقنا أنا وياك منبلش 93 عم نصلح 94 95 هيك شو عشوائيا هيدا 93 برجع لعنده للحج بلشنا نصلح المسرح. رجع على الأول 94 افتتحنا المسرح ومشي حالنا أول سنة بعدين قطعوا عنا التمويل لأسباب مش وقتها هلا نقولها بس قطعوا عنا التمويل كليا واضطريت أنا بهالعشرين سنة إنه لاقي تمويل. إيه بقى جوزي بيقول لي إني أنا أحسن شحادة شافها بحياته. بعرفش إذا أحسن وحدة بس يمكن من الأحسن. بس انطلقنا وكفينا يحو. فشو كنت عم كنتوا متجوزين او لا؟ مش لا لا كنا متجوزين بس فؤاد عم يغش. كنا متجوزين لانه سنه 73 عملنا نساء عاشقات الخيانه والقبله وهو عم بتغش انت. كيف بدي غش؟ ما زال الصور عم بيقولوا انه صورنا ب 72 ونحن تجوزنا ب 73. هن عم بيقولوا 72 قبل 73. إذا هاي البوسة أنا عندي لا أنا 72 عندي بتجي بعد 73 لا مش هيك مش هاي القاعدة القاعدة 70 و71 لا بيكون معك حق لا جد أنا بخمنة إنه هي نتيجة البوسة تجوزنا لا تجوزنا نتيجة أشياء تانية لا ما البوسش أبداً 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 فأول بوسة بالتلفزيون بالعالم العربي؟ العالم العربي فيش بوس. نحنا كنا هيدي البوسة الأولى وتاني يوم ضجت الدنيا فيها. بوسة يعني سريعة؟ لا مش سريعة شي بيقطع النفس أي سريعة. كنت عم بعمل بوسة يعني خارج الشاشة عرفت كيف؟ هو لا تلقط فيي عرفت كيف؟ قال لك بركي بعد شي قدرت بوسة برا تاني. الحقيقة حتى المخرج ما كان عنده بوسة. بس كان المشهد بيخلي لي مجال اني بوسها فبستا اخذها المخرج مثل ما هي. ما كانت مكتوبه بالسيناريو البوسه. صحيح استغليت الفرصه. Is Lebanon about to become another failed state? The governor of the Lebanese Central Bank has told CNBC that his country is suffering from political deadlock. إذن هذه المرة العشرين التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس لبنان. صحيح. This is a country that's failed to elect a president in over 2 years. These politicians can't even agree on things like trash collection. The Lebanese parliament failed on Wednesday for the 25th consecutive time to elect a new president. الجولة الأولى كان يفترض أن تحسم نتيجتها مسبقا لولا دخول منافسين على خط الاقتراع. دنيا بليك. مرحبا بك.
الو عمر، سكر الباب. نضال أشقر، ما بدي تعريف. لا نضال أشقر وخلص، بس عمالك بدي جيب فؤاد. عندك ورقة تبع البرنامج؟ هيدا المسرح عجيبة إنه بعده موجود، لأنه بتعرف لسوء الحظ ما في اهتمام كبير بالثقافة، ولسوء الحظ في كتير من مسارحنا هاللي زملاء فتحوها ما قدروا يستمروا فيها، مش حق عليهم، ما في مساعدة، ما في دعم. لذلك فكرت إنه حلو إنه نحنا نحتفل بأول 20 سنة. هني صارلنا 22 سنة، لأنه أنا مسميته أول 20 سنة، لأني مصدق إنه تاني 20 سنة رح كون موجودة. عرفت كيف؟ بعودي أول 20 سنة. مش السياسيين رح يعطونا أمل، ولا الناس اللي حاكمين رح يعطونا أمل. نحنا بنعرف إنه من 70 سنة فشلوا، ما في شيء عملوه نجحوا فيه، ولا شيء. لا عملوا ديمقراطية، ولا عملوا برلمان حقيقي، ولا عملوا رئيس جمهورية حقيقة. ودائما رئيس جمهورية بيتفشكلوا، بيقعوا على بعضهم، بيعملوا قبولة، يعني حالتهم حالة للسياسيين. لذلك نحن عم نحتفل بالفنانين، لأنه هن الإبداع، هن الغد، هن اليوم، وهني كمان مبارح. سفر واحد مش فاضي مشغول، بس نضلنا على سبيل الانتو. أول مسرحية بفتتح فيها المهرجان ساعة هي الملك يموت من إخراج فؤاد نعيم. هو تشكيل مختلف بيحمل توقيت، مثل كأن الصوت كان لازم نحطه بالأول، لأنه عن انهيار بلد. نحن بدنا نقول لكل الأصدقاء المستمعين مستر فؤاد نعيم أنه مسرحية الملك يموت للمخرج فؤاد نعيم بطولة جورج خباز، برناردات حديب وغيرهم، رح تقدم على مسرح المدينة نهار الجمعة 14 الشهر الساعة 8:30. أكيد البطاقات بمكتبة. على الصعيد التاريخي هو بيروي قصة ملك حالته بالويل، بلاده حالته بالويل، وقعت بالجورة البلد، الحيطان عم تتفسخ، الناس بطلت تاكل وتشرب، الكهرباء مقطوعة، وجيشه بطل يتجاوب. الملك بالمسرحية بيرفض يموت، حتى آخر لحظة بيضلوا يقاوم فكرة الموت. يعني نحن محاطين بدول يا ملوكة قاعدة والعالم عم يخرب حواليها ومصرة تبقى، يا المجموعة اللي عم تحكم إن 100 واحد 100 ملك، كل واحد على مزبلته بيصيح. One second. No, to make my adjustment. Pardon. Okay, Baba, can you turn do this? The other way. Yeah, that's good. Yeah. يعني أنا بطفولتي ما كنت فكر عنك journalist. إنه هيدا that's what you wanted to do. بعدين اكتشفت إنه that was a necessity. فتركت الفن really. تركت الفن بالنهاية بشكل مهني يعني ودائم حوالي 30 سنة. بس تطلع من الطفولة بدك تفوت عن جد. أنا كان بدي ضلني ألعب. المسرح بالنسبة إلي هو لعب، ولعب بمعنى كمان إذا بدنا نبعد أكثر، نبش أكثر بإنسانيتك وبجوانب بإنسانيتك، غير إنه واحد يكون عنده وظيفة يومية وشغل عادي. رجعت قريت هالنص وكتير هيك تفاعلت مع النص بسبب الوضع بالبلد وبسبب الوضع الخاص وعمري، فشعرت انه هيك حابب ارجع اشوف شو بقدر طلع من هالنص وشوف اللي طلع من حالي. عم بتمرن غني، لأنه لشو واحد يعمل شيء هين؟ ولا مرة عامل هيك شيء. بحبيت أعمل شيء مختلف. ما معي كتير وقت، بس عم بتمرن. It's lovely. It's fantastic to be in a theater.
How wonderful! يكون عندك مسرح خرافة، تلعب مثل ما بدك، يوم بعمل شعر، يوم بعمل مسرح، يوم بسب، يوم بعمل شو ما بدي. فيك تخبرينا عن شي مرة أو زعلتي حدا وشو صار؟ دايماً خبرينا. إيه شغلتنا وعملتنا، نحنا شغلتنا وعملتنا إنه نقول بدنا إياه وإنه نواجه الدولة. ومن أنا وصغيري من وقت ما عملنا مجدلون، من وقت ما بلشنا بمحترف بيروت للمسرح، والقصة كتير مشهورة، يعني صارت من القصص الشعبية. بس دخلوا الفدائيين إلى لبنان، ما كان حدا عارف من الناس. قريت أنا هيك سطرين، قلت له لروجي عساف، تعرف روجي لازم المسرحية التانية تكون عن الفدائيين. مجدلون بالنسبة إلي، بالنسبة لغيري غير شيء، يعني ريح حماتي ونضال أشقر وعشوابي غير شكل. أنا كنت ساذج، يعني اتحمست للموضوع ورحت على الأردن حتى أتعرف على الفدائيين، ورجعت محمل صور وأفكار وإلى آخره. ومجدلون كانت بالنسبة إلي شغلة طبيعية، إنه قضية فلسطينية موجودة واقع. بلشنا نعمل بحوث، مين إن الفدائيين وين مخبيين بالجنوب وشو عم يعملوا. ونقينا على الخريطة أنا وروجي عساف الضيعة اللي اسمها مجدلونة، سميناها مجدلون لأنه لدينا أحلى. بلشنا نشتغل، بس خلص فتح قدام الجمهور بمسرح بيروت بعين مرايسة، وشافوا الناس الفدائيين لبسين عراسهم الكفيات الحمر وحاملين السلاح، وبلش التزقيف. أول يوم، تاني يوم، تالت يوم قدمنا العرض، رابع يوم طلعنا بدنا عم نتمرن، طلعنا لقينا محاوطين بفرقة 16 وبالدرك وبالجيش وبطلاب وقيمة القيامة، نحن مش حاسين شي. فاتوا علينا الدرك وقفونا، طلعوا على المسرح. وتفاجأت بردة فعل المنع المسرحية. يه، ما نحن عم نعمل عمل ثقافي، مش عم نتحدى حدا. بعدين أنا عرفت أنه كان في بالمسرحية يعني قوة، يعني استفزاز وقح للوضع صريح، ولكن كان عم بيقول الحقيقة. بس ما كنت عارف أنه الحكي على المسرح ممكن يعمل أزمة، يتحدى النظام. صاروا يدفشونا تنطلع ونحن عم نغني ما هم أن نموت في دوي صرخة الحرب، ما هم كلمات شي جيفرا. طلعنا ووصلنا على الهورس شو هوبرول للناس، عارفين شو عم بصير. وفتنا قعدنا جوا وتوقفت المسرحية. بس احنا وقاعدين جوا قلت أنا أول سطر أنا بقوله، قصيدة لنزار قباني كتب لنا إياه خصوصي. حكيت أنا، حكي رضا، حكي رجي. فات علينا الضابط، يا أختي يا ست نضال، عم نفسر لك بالعربي بالمنيح، يعني ممنوع التمثيل، هاي المسرحية موقفة. تلمي عم مسل حتش عم بمسل، عم نحكي بين بعضنا. هالاكتشاف كان كتير مهم بالنسبة لي، وهو منعطف بحياتي. من هون عرفت أنه المسرح له دور، المسرح مش بريء. غلط الواحد يقول أنا محايد، أنا بريء، أنا فنان. لا، أنا مورط مع غيري، مع شعبي، مع الناس اللي بعرفهم بحبهم، مورط بمساءلة النظام، مساءلة المجتمع، مساءلة الدين، مساءلة الأيديولوجيات. أنا مسؤول. دكونا بهالكاميون وأخذونا. هاي كانت أول حادثة للرقابة، توقيف مسرحية في بيروت. سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. تعددت الأسئلة
الأسباب، وفي أحيان كثيرة فقدت تلك الأسباب، إنما النتيجة واحدة، زحمة السير على الطرقات باتت من يوميات اللبنانية. Riot police and protesters clashed in Beirut ahead of a second national dialogue meeting aimed at resolving the political crisis gripping Lebanon. لابد من إعلان حالة طوارئ مائية، أقرها الاجتماع الوزاري النيابي الموسع في البرلمان. تعالت صيحة المواطنين اللبنانيين مع ارتفاع وتيرة التقنين الكهربائي بالتزامن مع الانقطاعات المستمرة للكهرباء. أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة 36 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد عدم اكتمال النصاب القانوني. إنه يكون لبنان المكان الرائع إنه يعمل واحد مسح، لا ما بنقدر نقول هيك، بس بنقدر نقول بنفس الوقت إنه تحت هيدا الكابوس ما في شك إنه في أشياء جديدة بتطلع، في طاقة جديدة ما بنعرفها عم نكتشفها بنفسنا. من وين منجيب هالطاقة؟ لأنه بلا مصاري وبلا حضانة وبلا دعم، بس بحاجة قصوى إلى الحرية. بقى نحن هلأ عم نحضر وعم نصلح الكراسي، لأنه ما بنقدر نشتري كراسي جديدة، هاو الكراسي إجونا هدية، بقى شحدنا قماش وشحدنا هيدا وعم بنجدون. كل شيء بده تظبيط، مش ماشي عم نظبطه. هلا ما بقدر اوعدك انه انا رح يخلصوا على الوقت، اذا ما خلصوا على الوقت بيقعدوا الناس على كراسي ما بعرف وين بيقعدوا، بس ان شاء الله بيخلصوا بكره بعد بكره بيخلص. المسرح عالم اخر، الجسد الحي اللي على المسرح اللي عم يتغير كل يوم واللي عم يعطي بهالكرم من حاله، بنبش بإنسانيته من جوا ليطلع اشياء، بصير في بينه وبين الجمهور تواصل مختلف من انه عم يطلع على الشاشه، بصير في 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 علاقة حميمة، في تواصل شبه حسي شبه ملموس بين الممثل، يعني هو عمل حب. ممثلين مسرحيتي أنا مبسوط كتير فيهم. أولاً في عندي بدور الملك ممثل اسمه جورج خباز، أنا من البداية بس شفته شفت إنه فيه بوجهه شغلة دراماتيكية تراجيدية. صديقنا يونسكو بيقول إنه المسرح هو الحقيقة، فيك تهرب على الحقيقة من خلال المسرح أو أي عمل عم بيصير هلأ فني، هو وليدة العباسية اللي احنا عايشين فيها. وحتى إذا بتطلع بوجه اللبناني مزبوط فعلا، تلاقي البسمة عتمه والدمعة بعينه، كمان بدنا نحن نضحك على 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 مأساتنا، المضحك المبكي، عرفت؟ يا شعب أنا رح موت. هيدا بطل ملك. لا هيدا مش بس ملك، هيدا إنسان. الملك على صدره. هيدا كثير مهضوم. إلي إلى جمهور شركيني بالآخر، وهيك أحسن، هيك واضح. إيه إلي إلي. والناس طفرانة وجوعانة وخريانة. والناس جوعانة وطفرانة وخربانة، هيك أحسن. العرض رح يعرض ليلة وحدة، يعني ما فيك تقول إنه هيدي أول ليلة بيرجعوا الشباب بلم المحالون إذا غلط. ليلة الملك مريض، زوجة الملك الثاني والأولى بقلبه. بس هيدي من جمالية المسرح، إنه عم نشتغل، صرنا أنا أخذت معي 3 أشهر أو شهرين لترجمت، وصلنا شهرين ونص عم نتمرن لليلة وحدة 55 دقيقة، يعني هي قصص هالقد بحد نفسها خوطة عبثية، إنه يعني مثل شغلة بحد نفسها حلوة. أيها الشعب ملككم رح يموت، سمعين؟ الملك رح يموت. فضيحة. البحر بيعوم والأسوار عم تنهك والبلد غرق وهو غرقان بحضنك وبريحة عطرك اللي بتفطس، كل حي عم بقاتل حي، كل مدينة عم بتقاتل مدينة، والزبالة
دخيلكم بس. How can corruption be applied to Spain? Explain to me. ماما يا عمر يا عمر أفندي يا عمر أفندي لبنان ما قدر يحرر نفسه من هالزمرة الحاكمة، وهي زمرة موبوءة فاسدة مفسدة، سرقوا نهبوا، يعني شغلة مؤلمة مؤلمة جدا. بس يعني زبالة، حدا بيتخانق على الزبالة؟ بتعرف عمر، أنا ما في شك إنه ورثاني من أمي أشياء كتير إيجابية، هي الفرح، هي السعادة إنه الواحد يكون عايش، ما في شك هذا. بس أنا بعتقد تتعمل هيدا الشغل تتكون فنان بالسينما بالمسرح بشو ما كان، إذا ما كان عندك إيمان داخلي إنه بتقدر you can do it yourself، إنه إذا انقطعت الدنيا أنا رح أعمل هيدا المهرجان لوحدي. إذا ما عندك هيدا الشعور إنه شو ما صار، إذا معنا 10 ليرات، إذا معنا 100 ليرة، بدنا نعمله هيدا الفيلم، بدنا نعملها هاي المسرحية. إذا ما عندك هاي الطاقة الداخلية اللي ما بعرف من وين بتجي، أنا بعتقد بتجي من الإيمان، بتجي من إيمان إنه نحن عم نعمل شيء لبلدنا، عم تبني مثل ما أنت بتعرف تبني. ثانياً كيف بدي أطلع من هيدا الخرى اللي نحن فيه؟ هيدا الخرى السياسي، الشت بالإنجليزي إذا ما فهمت يعني بالعربي، هيدا الخرى كيف بدنا نطلع منه؟ كيف بدي أنسى أنا مين حاك مين بلبنان؟ بفني ما أنا ما بعرف، بس يعم علينا الحزن، بنرجع على الحزن، ما بعرف كيف نحن عايشين. ورقة بيضاء، ورقة بيضاء، ورقة بيضاء، ورقة بيضاء. البنك الرئيسي الجمهوري بشبهه مثل البروجكتور، مسيب هذا الميكسر فيه 128 فيدر هو شغالين، بس 128 فيدر برا مش شغالين، حتى ضوء البروجكتور الكبير، أو لمبته محروقة أو منزوعة. كل هالشباب الموجودين هون بيشتغلوا مع بعضهم، في تأخي في تآخي، في احترام للآخر، واحد من حزب هداك من حزب تاني، هداك سني هداك شيعي هداك مسيحي، هدا يعني ما في شك إنه المسح عائلي مركبة ماشي. يا عمر، يعني أنا كان عمري 17 سنة مظبوط، 15 تعرفت عليكم، وصلكم 20 سنة بتشتغلوا مع بعض بالمسرح. يعني إحنا بلشنا بانطلاقة مسرح المدينة لما كان بعده المسرح كان بعده عم يترمم، كنت أنا ومحمد بلشنا من الزيرو، يعني كان بعده بفترة الترميم. أي مغامرة كانت وتحدي للنفس، وبعدها هلا متحدى حالنا، يعني يمكن أحسن شيء الواحد يعمل بالحياة إنه يتحدى حاله على طول، كل يوم في تحدي للقلق، ولازم كل شيء يصير، وما في شيء ما بصير بالمسرح، ما في شيء اسمه مستحيل. هذا السر، عائلة. ليك تقلك إنه ما عم تشتغل شيء برا، كلنا ما عم تشتغل شيء برا، بس ما قادرين، ربينا. إذا بدك يمكن أول، يعني شوف، أنا أحلى ذكريات مرقت بحياتي هي بالمسرح. عملنا عالمنا الخاص فينا، ونفوت لهون بننسى شو في برا.
بال 1992 عمروا المدينة، بس عمروها بلا مجاري، ما حلوا قصة الكهرباء، ما حلوا قصة المي. معقولة نحنا اللي نحترم حالنا وشايفين حالنا إنه نحنا بلد الإشعاع والنور؟ وين الإشعاع؟ وين النور؟ منيح السمك هون؟ وإن شاء الله والله بدي أوقات. إيه بس أصلي في سمك؟ في سمك إيه، لأنه هون بيجي على الوتق وعلى المجارير صراحة يعني إيه. بس من وين بيجوا المجارير؟ من المجارير هون بتحت، بيجوا هيك عليه يبينوا على البحر كله، بياكلوا خرق وكل شيء وهيك وسخ ومجارير هيك بياكلوا فرق وسراسيب بياكلوا. ونحن بناكلهم؟ بناكلهم شو نسوي؟ عملنا ضيعة لقلنا، عملنا مديدة. بيجوا هالناس بتتعجب كيف الأمور ماشية، كيف الكهرباء ما بتنقطع، كيف السيفون إذا شديته بينزل مي، كيف يعني هالإشياء. نحن كتير بهمنا إنه مسرحنا يكون وجه الآخر للسلطة اللبنانية الفاشلة. إذا بتفوت عليها مدينتنا الصغيرة بتلاقيها نظيفة، بتلاقي الناس بيقولوا كلمة وبيعملوه. في كتير نظام بالمسرح، في حرية، في حرية تعبير، في حياة فيها مبنية على الإبداع. أنا بقدر أقول إنه ما في، يعني شو بدي أقول لك، ما في هالقد إبداع بحكم الدولة اللبنانية، ما في إبداع. في مبدأ عام بيقولوا إنه الأزمات الكبيرة بتولد فن كبير، أنا ماني شايف هيك. ماما نضال الأشقر هي بأولوياتها المسرح وما يمكن أن يفعل المسرح بالمجتمع ويساعد نهضة ثقافية. أنا، أنت بيما تعرف أنا بهالموضوع أو لا، أنا عندي انطباع أنه عكس الحقيقة حقيقة أخرى، ما من الأمور راسخة لهالدرجة بذهني. أنا عمري 500 سنة، ماما عمرها 100، أنا ختيار، ماما صبية. سامع هاي؟ اوكي. يلا تفضلي برا. صباح الخير ست نضال الأشقر. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. بمناسبة تأسيس 20 سنة لمسرح المدينة، هل بتلاقي إنه حلمك أو أملك كان بمحله رغم كل الصعوبات اللي تعرض لها المسرح؟ أكيد. ما شفت حالي إني ضيعت حياتي، لأني عم بمثل أقل وعم بعمل إخراج أقل، في اشياء بعملها لحياتي ما بقدر اروح شوف اولادي قد ما بدي، لانه مربوطه بهيدا المسرح. وانا بعتقد انه معلش هيدا الشيء بيحرز انه واحد يكرس حياته مشانه. صحيح صحيح هيدا الشيء.
يعني لانه ماما يعني صارت تمثل اقل وتعمل اخراج اقل. So she made a sacrifice. Has it been worth it? طبعا مش هقول لك غير هيك. بيجيني فترات بحزن بقرف. 50 سنة راحوا، طيب شو عملت؟ شو عملت بهالخمسين سنة؟ عملت وجود هيدا المسرح واستمراره هو أكبر فرح لإلي شخصياً. مسرح المدينة واحد من الفضاءات اللي الواحد بيروح بيقدم فيها أعمال فنية وثقافية البعدة مفتوحة وعلى علاقة عضوية مع المدينة. مسرح المدينة كتير بيعني لي، يعني أنا صرت عاملة 4 مسرحيات من إنتاجي غير مسرحية اللي بعملهم بالجامعة، كلهم بمسرح المدينة. عادة يعني المدن بعد الحروبات مفروض يكون بلش تكون شكلها، تكون صوتها، تكون صورتها وتعمل كهربتها. هلا عم تعمل كهرباء بدون موتور. مسرح المدينه مومنتوم خلينا نسميه بالبلد بيجمع فنانين كانوا ناشطين، حد غيرهم كمان بالفتره الاخيره بلبنان، وكمان عم بيجمع اجيال مختلفه. انه يعني انا اول مسرحيه عملتها كنت بعدني بالجامعه، وانا ما بعرف على نضال، يعني ما جيت ما اخذت موعد طلعت لعند قلت له مرحبا في عندي مسرحيه هيك 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 كذا كذا. عملنا قلبنا اللعبه، يعني نحن الممثلين بيشتغلوا على المسرح والجمهور هو على المسرح. ف انه جاي عم تقول لها لا انا عمري يعني ماشي انه عرفت يعني ما في 20 سنه يعني انه عم اقول لها والله بدنا نعمل كذا وبدنا نتمرن وكذا. قالت لي ايه حلو المسرح تاعها. Everything is sinking. And you have something rising from here. I mean, I think it's a hell of a statement. وهذا شيء يقدر بهالمدينة يلي مثل ما عم قل لك كله عم بيضيق عم بيضيق عم بيضيق عم بيضيق وعم بيقل. 20 سنة كتار بمدينة مثل بيروت. عشان شو جالك الله يخليك؟ برا أوي شوي رح خاف برا أنا، بس عندكم شو بدكم؟ خفيف تعال. عارف مثل العرب حشيش مثل العرب. ايه بعطيه على المونيتور. صعب شو قال لي ما قال لي وقتي. ان شاء الله ما يوقع هيدا الدرس. لا حيوقع ما حيثبت. شو بعمل؟ قلت هيك هلا اليوم. طيب خلينا نعمل مشهد الباب. صباح الخير جلالة الملكة، ما تأخذوني تأخرت شوي، راجع من المستشفى، كنت عم بقطع عسانات. عملية جراحية ذات أهمية كبيرة لأمن الدولة. بفتكر إنه منبكي وبنضحك معك أول شغلة بكتنا وأول شغلة ضحكتنا. رح يضل في هيك وهيك وهيدا وهيدا. كيف يعني هيك وهيك وهيدا وهيدا؟ بس شوف عمل كوميدي إنجليزي أو فرنسي بيضحك هون. ما بيضحك عيني وما بيضحك قلبي. وما بيحزن عيني وما بيحزن قلبي إلا بأشياء بالعربي. يا شعب أنا رح موت. أيها الشعب، يا شعب العزيز، يا شعب العظيم، يا شعب روح من وجهي، يا شعب أنا رح موت. سمعتوني؟ الملك رح يموت. ما لازم يخلي لازم حدا يسمع. ما حدا يدقرني. ما في ما أكون متفائل بحكي صراحة، لأنه أنا بحب كتير بلدي. وصلت لقناعة أنه نحن كجيل جديد مش بس علينا نعمل مسرح، علينا نرمم العلاقة بين الجمهور والمسرح من بعد ما إجت الحرب بطرتها لهالعلاقة. كان بعد عندي أمل. حاجة ضيعي وقت. أمل ما عندك إلا هالكلمة بتمك وهالدمع بعينك. أعطيها محرمة. طيب عدت شفت الحكيم؟ شو بيقول الحكيم؟ بتعرفي شو بيقول؟ بركي مغلط. ما بدك ترجعي لي على موال أمل. هيدي العوارض واضحة. بركي فهمها غلط للعوارض وهل حيطلع بيتفسخ؟ إيه عم يتفسخ وهيدي عوارض واضحة. يا حارس عم تجيني جيب لي الشباك الأزرق. حارس جيب الشباك. يا شعب أنا رح موت. يا شعبي أنا رح موت. أيوة الشعب أنا رح موت. يا شعب أنا رح موت. سمعتوني؟ الملك رح يموت. مش لازم يصرخ، مش لازم نخلي حدا يسمع. حدا يدارني أنا عم موت. صيحة أنا عم موت. هيدا بطل ملك. لا هيدا مش بس ملك، هيدا إنسان. مولانا
الملوك، لازم جلالتك تموت بكرامة. ما بدي موت بكرامة، ما بدي موت اصلا يا شعب، انا عم موت. يا بيتنا لعدت الليل مليان اسرار، فيك سكنت بنت حلوي بتحب الاخبار، شافت فيك ماما. كتير الناس عم بيعانوا بلبنان اكتر ما بتقدروا تتصوروا. يمكن احلام سكن فيها، ولحينا حياتنا كل واحد منا بحقله كرمال هالبلد تيوقف على اجراه. حقيقه ما وقف، بس قدرنا نعمل القليل من التغيير بعقليه الناس. زماني مرمر مرمرتني لا، بس الناس ينسحروا ويصير في هيدا الخيط السحري بين الفنان وبين جمهوره، بيمشي الحال. لألك شي، بس تفوت على المسرح هيدا المكان في 400 مكان، بتعرف هاللي قاعد على يمينك، بتعرف شو دينه، ما بتعرف هاللي ورا هاللي قدام. ما بقى في محلات ببيروت هيك، قبل كان في أكتر، كنا مخلوطين أكتر لأنه كان في مدينة، كان في روح. كنا ننزل على السوق تحت، أنا كنت روح مع بي يقول لي نضال ما تروحي لمحل، عاد انطري هون برا، وقايمة القيامة وعم بيبيعوا سمك وعم بيبيعوا طرابيش وعم بيبيعوا خضرة وعم بيبيعوا. سوق بيروت مليان حقيقي، في إنسانية، في شعب حقيقي عم بينبض. هودي أهم من إننا نبني مدينة بتشبه هونغ كونغ أو دبي أو ما بعرف وين. أنا من عشاق بيروت، ولهالسبب أنا اليوم بحس إني مجروح، يعني مبتور بغياب هالمدينة اللي لعبت دور كبير، مش بس على صعيد لبنان، بس على صعيد تجاوزت حدود لبنان والمنطقة، وعطتنا كتير، عطتنا اشياء جوهرية موجودة لحد هلا، هي حتمت موقفنا، مش بس من القضايا السياسية، من الثقافة، من الفن، من المجتمع، من كل القضايا اللي اليوم مهددة. بيروت هي روح الناس، فاتت بهالمشروع، مشروع أكبر منا، مشروع بيدعي إنه الإنسان بعلاقاته مع غيره هو أعظم شيء بالكون. أنا Since I spoke to you first, I've discovered new things about you that I didn't know. How would you know? You haven't been here for 20 years. فكنا عم نحكي عن ولادك. ايه. هلا ايه، من الجرح الكبير اللي بدي اتعايش معه هو ولادي، ما ولادي
عندي 5 أولاد ما في ولا واحد بلبنان. لبنان كمجتمع، لبنان كوطن رافضينه، ما بدهم اياه. طلع على الأمثال اللبنانية مزبوط، يعني مين ما أخذ أمي بيصير عمي. عند تغيير الدول أحفظ راسك، خليني بمشي مع الحائط ومن بعد حماري ما ينبط حشيش. هيك ما فيك تبني وطن، ما فيك تبني مجتمع سليم. بخاف إنه أولادي يبلشوا يكونوا حلمهم هون. لأنه يمكن ينكسر. شباب، يا في حدا هون؟ هيدا مش منيح يحطوا هيك. شباب لأنه في براية هون. المسرح هو جوهر وجذور الشعوب، ولو عملناها بخفة ولو انبسطنا ولو ضحكنا، وفعلا أول شيء المسرح ترفيه، لأنه بس تعمل تراجيديا كمان ترفيه. لذلك هذا الجمهور الرائع اللي حامل هالتراكمية بقلبه واللي تعذب كل هالعذابات، بحب يدخل على هيدا المكان، هيدا المكان الساحر اللي فيه عتم وشوي بيطلع ضو. هل الإنسان الفقير بيلعب غني؟ الرئيس الجمهورية اللي بدنا إياه منوقعه بخمس دقايق، الدكتاتور بتاخد معنا تكة نخلع وقوام. أيها الشعب، أخاطبكم، يا لهنا البرامي ويا لهنا الفناقي والقشاش وسوامئ الأقلاع. إنكم لاستوتمتم بالفتنة ولا أقصدتم معنى التلمسة ولا حلوتم معنى الأرض. أيها الشعب، أخاطبكم، يا لهل البرامي ويا لهل الفناقي والقشاش وسوامي الأقلاع. إنكم لاستوتمتم بالفتنة ولا أبسطتم معنى التلمسة. أبي الهوس خط قلم شخص شخص شخص. لبنان في 19 طائفة، وأكثر الأوقات الطوائف زعلانة مع بعضها. يعني تصور كأنه في بناية في 19 طابق سكنها 19 عائلة كلهم زعلانين مع بعضهم. إذا صار في مشاكل فردية بالبناية، يعني إذا كل طابق عنده مشكل لحاله، مثلاً إذا انقطعت الكهرباء بطابق بيعمل اشتراك الطابق بالكهرباء، إذا انقطعت المي بيشتري مي، بس إذا انقطع الأسانسور وهيدا خدمة كل البناية ما بيتفقوا مع بعضهم ليصلحوا. لا بل أكثر من هيك، إنه طالعين نازلين على الدرج كل واحد بيسب التاني. إذا كل شيء مشترك غير قابل للحياة. إذا تفسخت حيطان البناية من برا بيتركوها تتفسخ، وتدريجيا تهرم البناية وبتقلب البناية وبتسقط البناية وبيسقطوا كلهم.
يا شمس يا حارس. نعم سيدي. وين الشمس؟ يا حي سيدي. لا مش هاي الكبيرة واني هيديك ما بدها تطلع سيدي. كيف أمرت تطلع واني ما عندي مولانا. يا شمس هيو يا شمس طول الليل خلي بالزوايا المعتمة خلي بالأمور خلي فيني لفيني لفيني يا شمس. في دول بتقول في دول بتخلص هلا وين بتروح مين بياكلها شو بيبقى منها هل بتموت بمعنى انه بتنتهي بهالاسم بهالجغرافيا بهالحدود او بتنتهي بمعنى انه بفلوا اهلها او بتنتهي بمعنى انه حدا بياكلها بس في دول بتخلص يبدو هيك بده يكون في دول بتخلص انتوا اللي متوا ما قبلتوا علموني خبروني كيف قبلتوا دلوني على الباب فتوا منه انتوا الشجعان لا بضيات خبروني كيف قبلتوا تموتوا مين دفشكم مين شجعكم تعوا علموني القبول علموني المقبلات علموني الشجاعة تعوا علموني الشجاعة علموني القبول علموني المقبلات تعوا علموني المقبلات الكون كله عم بيموت معي هيك بينتهي بلد هيك بينتهي إنسان آخرته صفحة بكتاب من 10,000 صفحة كتاب بمكتبة فيها مليون كتاب مكتبة من أصل مليون مكتب اهلا 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 لا لازم نتصل لا 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 حشيشو بدي صباطي حشيشو هلا بدي صباطي كثير منيح ليش ما نزلت على السليمه كنت فوق تعال توقف سريع 40 دقيقه أنا بتمنى إنه بس ما أكون بقى موجودة هون إنه المسرح يضل مستمر ولحتى يضل مستمر عملت عقد مع البناية لأنه هيدا كلها بنايات خاصة مش إنه ملك الدولة وعطتنا مسرح بجوز يوما ما يحبوا إنه يجددوا العقد جددت العقد لسنة 2024 بحب جدد العقد 10 سنين أكتر تأتأكد إنه هو الشباب يضل عندهم هيدا البيت وهيدا المكان وهي المدينة يسكنوا فيها حلوين عمرة صغيرة عمرها شي 12 سنة عم ترقص بحرية يا عيني عليها ما أحلاها كانت لابسة تنورة مزركشة مسرح ما بيعمل ثورة ما بيمشي الناس بالشارع بس المسرح حتى لو كان شغلة ما فيك تلمسها بتلمس لك روحك راحوا كلهم راحوا تركوني وحدي
بس ما نسيوا يزرعوا بروحي كل هالحكايات والاخبار والقصص والاساطير والاحلام والفرح، بقيوا بقلبي مش من زمان. يمكن كانت ضيعتي وعائلتي مسرحي الاول، وهلا مسرحي صار مدينتي، صار عالمي. مش من زمان كانت حلوه ايام زمان. ميشيل عون، ميشيل عون، وميشيل عون، ميشيل عون، ميشيل عون. إيه رح يكون في رأي جمهوري؟ Should that be a hopeful thing؟ لا 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 أبداً أبداً، يعني مثل بعضها، كلهم مثل بعضهم، ولا ممكن يغير شيء. أنا لأول مرة بحياتي، بحياتي كلها وأنا مرة كبيرة، ما عندي أمل بحدا، ما عندي أمل بشيء. مش ممكن لبنان يتغير أبداً إلا إذا صار في حركة بدنية غيرت الأنظمة كلياتها. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وافضل دايما جنبك على طول. واو واو واو، ذكريات كل اللي فات حلوة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وافضل دايما جنبي على طول.